السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناه ديالكم ناصر عايش فلوج. قبل ما نبداو هذه الحلقه ديال اليوم، بزاف ديال الناس يسولوني ناصر شنو هي الابليكاسيون اللي تقدر تيليشارجي بها من اليوتيوب ولا الانستغرام ولا الفيسبوك. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نعطيكم الابليكاسيون اللي غادي تيليشارجيوها عبر الهاتف ديالك. سميت الابليكاسيون هي سناب توب كما تتبان لكم في الصوره. سناب توب هي واحد الابليكاسيون زوينه بزاف، تقدر تحمل الفيديوهات من جميع مواقع التواصل اللي بغيتي، هو كل وسهله الاستعمال بزاف. شنو هي عليه؟ تيليشارجي الابليكاسيون، غادي تلقى الرابط لتحت هنايا كما تشوفوا. من بعد ما تيليشارجيو الابليكاسيون غادي تدخلوا الابليكاسيون الواجهه ديال الابليكاسيون، اختاروا الموقع اللي بغيتي، فيسبوك الانستغرام ولا تويتر. كل ما عليك هو تدخل الفيديو تيليشارجي الفيديو اللي بغيتي، تتكليكي تدير الرابط ديال الفيديو ديالك، تتكليكي على داك الايقونه اللي في الجنب. من بعد تيقول لك اي فورما بغيتي. في سناب توب يقدر تيليشارجي الفيديوهات اي فورما بغيتي، بغيتي تيليشارجي غير بالصوت ام بي 3 ام بي 3 اتش دي ولا حتى فول اتش دي. ما عليك اخي هو تيليشارجي الابليكاسيون، غتلقاوها في الرابط التحتاني وردوا عليا الخبر. بيس ليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناه ديالكم ناصر عايز فلوكس. مرحبا بكم في فيديو اخر جديد ان شاء الله بحول الله، اللي غادي نقوم به بعض الشروحات على المنتوجات اللي شريت ماشي تنتوصل بهم كما قال الاخ اي بي، راه ما تتصيفطش شي حاجه فابور. المهم اخوتي اخواتاتي، اليوم ان شاء الله بحول الله كملت المنتوجات كاملين اللي خاصيني الاستوديو الصغير اللي غندير ان شاء الله بحول الله. مازال ليا غير هذاك الستار الاخضر، مازال غادي يوصلني هذاك، ماشي ضروري. المهم ان شاء الله بحول الله، كما درت في الفيديو اللي فات درت لكم مراجعه على الميكروفون اللي هو هذا، وما درتش له تيست، ما سمعتوش الصوت ديالو كي داير، وان شاء الله بحول الله اليوم غادي تسمعوا الصوت ديالو كيفاش داير. المهم تسنيت، كنت قلت لكم تسنيت فونتوم باور. فونتوم باور اللي غندير ليها مراجعه حتى هي ها هي، وان شاء الله بحول الله غادي نقول لكم كيفاش، حيت انا تنشري من الاي بي. اي بي ما تيصيفطش للمغرب، ما تيصيفطش للجزائر ولا بحال هكايا. الناس اللي توصلت بهم رسائل تيقولوا لي ناصر الاي بي ما تيشيبيش للمغرب. كاينين مواقع اخرين تيشيبيو للمغرب، تيرسلوا للمغرب. ان شاء الله بحول الله غادي ندير لكم الروابط ديالهم تحت هذا الفيديو هذا. كاين منتوج اخر ان شاء الله بحول الله اللي غندير له حتى هو مراجعه، هو هذا ماشي شي منتوج شي حاجه، هذا غير ستاند هو هذيك العصا اللي تدير فيها الميكروفون باش ما يخليكش تشدو بيديك هكا وتتزعزع، وهذا تينقي حتى الصوت من تكون تديرو في الطبله وتيبقى مفيكسي، ما تيديرش اهتزازات، ما تيدير الصوت مزيان. الناس اللي تيغنيو الراب وكذا، الناس اللي تيديروا الجيمين ولا شي حاجه، هادشي ديالكم خوتي خواتاتي. اليوم ان شاء الله بحول الله نبداو بمراجعه ديال الفونتوم، وغادي نعطيكم معلومات عليها. هادشي انا هذا الفيديو هذا درتو للناس اللي باغيين يخدموا، باغيين يغنيو، باغيين يديروا، عندهم موهبه ديالهم وباغيين يشريو شي حاجه على قد القياس وهي احترافيه، حيت خوكم حتى هو راه غير قد على قد القياس. المهم كما تشوفوا هذه هي الفونتوم باور. قبل ما تشري الفونتوم باور شوف واش تيجي معها الكيبل، الكيبل اللي هو غادي نوريه لكم دابا نيت. من بعد ما تشري فونتوم باور خص يجي معها هذا، حيت حتى هذا كاين واحد تيجي مع الميكروفون وهذا خصو يجي مع فونتوم باور. كاينين بعض الفونتوم باور لقيتهم في الاي بي ما تيصيفطوش هذا الشيء، ولكن قلبت على الفونتوم باور اللي تتمشي معها، تيمشي معها الكيبل. لذلك خديت هذه، شريتها بالثمن ديال 19 دولار. 19 دولار هي بحال تقريبا 200 درهم مغربيه. تعطوك معها شارجور كما تشوفوا، شارجور هو هذا. الناس اللي تيقولوا شنو هي فونتوم باور، فونتوم باور هي بحال قلتي كارت الصوت، كارت ديال الصوت كما تشوفوا. هذه هي الفونتوم باور، شريتهم هاد المنتوجات كاملين كما شفتوا. ميكروفون شريتو بي ام 800، شريتو بالسميه ديال هاد حوحو ولا هوهو. فونتوم باور شريتها بهوهو، وحتى بالستاند شريتو بهوهو ولا حوحو، ما فهمتش كيفاش تقرا هذه. كما تشوفوا الفونتوم باور هي هذه. مازال غادي ندير لكم التركيبه ديال كلشي بلا ما ندير ليها شي حاجه، شوفوا فيها التقابي، فيها بوطون، ما عنديش مع داك الشيء. المهم شارجور فونتوم باور، دابا غندوزو للستاند. المهم انا قبل حليت هذا، طليت واش داك الشيء موجود، داك الشيء مريدل. المهم ها هو هذا الستاند، و تيعطيوك معاه شي تويشيات اخرين. المهم الستاند هو هذا، وهذيك الرجل فين تدير الكاميرا، تدير عفوا الميكروفون، هو هذا. هذه خاويه ولكن كاينين بياسات هنا كما تشوفوا، هكا هكا هكا. هذه تتلصقها هنا كما تشوفوا هنا، وتتزير هذه على سبيل المثال هكا كما تشوفوا. هذه تتحل هكا
وتتخشي هذيك الحافه ديال الطبله الايدج ديال الطبله تديرو هنايا وتتزير وتتخلي الميكروفون كما تتشوفوا. مازال غندير لكم تجربه باش يبان لكم البلانكي ديالي. المهم كما تتشوفوا الستاند هو هذا، الا كان تيبان لكم انا ما عارفش الكاميرا دابا غير طالقه تسرح. الكيبل هو هذا، فونتوم هي هذه، مع هذا الستاند تيجي معاه اليد ديال الميكروفون. ولكن نتوما الى شريتوا الميكروفون بي ام 800 تيجي معاه واحد هذه ما تحتاجوهاش، حيت ميكروفون اي بي ام 800 تيجي هكا تعطيوك هذه مع الميكروفون. هذه هي اللي تدير في الراس ديال الستاند وتتقلبها وتدير فيها الميكروفون. مهم المراجعه ديال الميكروفون ديجا درتها. الناس اللي ما شافوش المراجعه ديال هذا الفيديو ما شافوش الفيديو اللي درت فيه مراجعه ديال الميكروفون بي ام 800 يرجعوا للفيديو غادي يلقاه. دابا غادي نرجع للميكروفون اللي هو هنايا، غادي نوريكم ديك البياسه اللي عطاوني هي هذه. تتجي مع الميكروفون ما تجيش مع هذا الستاند، هذا الستاند تجي مع غير هذه ميكروفون ديال العراسات ما تحتاجوهاش. هذه تتركبها تتحتاجوا هذه البياسه الكحله، هذه راه تعطيو لكم هذه البياسه ديال الحديد وديال الميكا، تتركبوها في هذا الراس هذا كما تشوفوا اخوتي. راه تعطوكم هذه ديال النحاس ولا ديال الميكا، انا ندير هذه ديال الميكا ديال النحاس، اما ديال الميكا راه ما فين حطيتها البارح كنت انتيستي هذا الشيء. المهم تتركب هذه ديال النحاس، تتركبها هكا، تتزير هذه اللعيبه هذه هكا. ها انتم تشوفوا راني دابا ريقلت هذه ميكروفون هو هذا كما تشوفوا. تتردوا القضيه في هذيك البلاصه ديال الاشهار اللي سميتها حوح ولا هو، تتهبط هذه فين ما بغيتي تطلعوا ولا تهبطوا اللي بغيتي. تتشوف القضيه راه هنايا كاين فين تتبغي تزير، تتخليها هكا هكا يا يعني انا مزيان. المهم هذا هو الكابل اللي تعطوك مع الميكروفون، هذا هو البوب فيلتر اللي تعطوك مع الميكروفون، ركبوه الا بغيتي تركبوه. المهم غنتيستيوه به وبلا به. تعطوكم هاد اللي دايره بحال اليو اس بي كما شرحت لكم من بعد، وهذه ديال الميكا. هذه كما تشوفوا دابا نشوفوا الطريقه ديال التركيب خوتي خواتاتي. دابا الكيبل الكابل اللي تيجي مع الميكروفون ما تتركبوش في الميكروفون، تتحطوه ابار مازال غنستعملوه. تتستعمل الكابل اللي تيجيك مع الفونتوم باور، اللي تيجيك مع هاد الفونتوم باور كارت سون، تتركب هاد الكيبل اللي تيجيك مع كارت سون في الميكروفون هكا. تتركب هاد الراس في الفونتوم باور اللي تتركبوه في انبوت هكا كما تشوفوا. وهذا الكابل اللي تيجيكم مع الميكروفون تتركبوه في الاوتبوت، اوتبوت في الكارت الصون. وتتبقى لكم هذا الفيش هذا كما تشوفوه، تتركبوه في كاميرا ولا في البي سي ولا اللي بغيتو على سبيل المثال. المهم دابا فونتوم باور هاني دابا درتها باش نشعلها، تتركبوا لها الخيط ديالها ديال الضو، تا هي راه فيها الضو، تتكليكيو على سميتو تتخدم. دابا كلشي ركبناه كما شفتو. دابا عندنا هاد الكابلي هو اللي غندير دابا في الكاميرا وغادي تسمعوا الصوت كي داير. خوتي خواتاتي دابا كنهضر معكم من الميكروفون بي ام 800. من بعد ما ركبنا كلشي ركبنا الخيوطه، دابا تسمعوا الصوت من الميكروفون ومرتبط مع فونتوم باور ومع لي كابلي كاملين اللي وريتكم الطريقه كيفاش تستعملوا. دابا كما تشوفوا الصوت مزيان وحسن من الصوت ديال الكاميرا العاديه كما تشوفوا. دابا غادي ندير التجربه ديال البوب فلتر فوق هنايا وشوفوا واش كاين شي تغيير ولا لا. ومن بعد ان شاء الله بحول الله غنحيد الفونتوم باور كارت سون وغندير ديريكت الميكروفون للكاميرا وغادي تسمعوا الصوت ديالو كي داير. مهم باش الناس اللي باغيين يشريو هذا المنتوج هذا شوف واش غادي تخصهم فونتوم باور ولا لا. على سبيل المثال انا قريت مزيان، قالوا لك راه خاصها الفونتوم باور باش يتسمع هذا الصوت مجهد بزاف. مهم دابا على اين دابا نشوفوا البوب فلتر وشوفوا كيف الصوت غادي يخرج. خوتي خواتاتي دابا من بعد ما ركبت البوب فلتر دابا تسمعوا الصوت كي داير. واش انا تيبان ليا حيت ديجا جربت هذا الميكروفون تيبان ليا بلا هذا بوب فلتر ما تزيد ليا والو، الصوت هو ولكن انا واقيلا ودني مراد. مهم انتم شوفوا واش هذا الشيء تيبان لكم كاينه شي احترافيه ولا لا. من بعد ما ضفت هذا سميتو بوب فلتر شوف واش كاين شي تغيير ولا لا. من بعد دابا ما درت بوب فلتر وسمعت الصوت ديالو كي داير، دابا ان شاء الله بحول الله غنحيد الفونتوم باور اللي هي كارت سون وغادي ندير ديريكت الميكروفون
لجهه الكاميرا ديريكت كيبل واحد من الميكروفون للكاميرا وسمعوا الصوت واش كاين شي اختلاف ولا لا. الا بان لكم اختلاف ملحوظ يمكن لكم تشريو فونتوم باور. بان لكم بلا داكشي عادي ما شريو غير الميكروفون اللي هو تيدير $15 واستمتعوا بالجوده ديال الميكروفون. الناس اللي تيغنين، الناس اللي تيديروا الجيمين، الناس اللي تيديروا شي مشروع، الناس اللي تيديروا بحال هال تعلم، الناس اللي تيديروا معلومات، اشريوا هذا الميكروفون زوين. انا ما غنوجهكش ما تنديرش اشهار لهذا الميكروفون هذا. يلا دابا نشوفوا النتيجه ديال الصوت بلا فونتوم باور. من بعد ما حيدنا الكيبل حيدنا الفونتوم باور، دابا كنستعمل الميكروفون ديريكت عادي نورمال حرفي. دابا تنستعمل الميكروفون من الميكروفون الكيبل من الميكروفون الكاميرا اللي هي كانون. دابا كتسمعوا الصوت واش هو هذاك، واش كاين شي تغيير من بعد ما حيت الفونتوم باور ولا لا. المهم هادشي كنسولكم نتوما، مهم تعطوني التعاليق ديالكم، عطوني شنو لاحظتم من بعد ما حيت الفونتوم باور، من بعد ما حيت كارت الصون اللي هي هذه. دابا من بعد ما درنا التجربه ديال حيدنا كارت صون حيدنا فونتوم باور، دابا غادي نحيدو بوب فلتر وشوفوا واش كاين شي تغيير ولا لا. خوتي خواتاتي دابا من بعد ما حيدنا بوب فلتر، دابا كنهضر معكم بميكروفون عادي حرفي خبز ومطيشه. شوفوا دابا واش الطريقه ديال الصوت، واش كاينه شي مازال في الصوت مزيان ولا لا، ولا كاين شي تغيير ملحوظ جدا جدا، ولا من شنو هو الاحسن، واش يدار بوب فلتر ولا لا. واش عاوتاني السؤال الثاني اللي هو واش فونتوم باور كي دارت عاونات الميكروفون باش يعطي واحد الصوت مجهد ولا لا. مهم السؤال تيبقى لكم نتوما وتيبقى للمشاهدين اللي تيشوفوا هذا الفيديو هذا. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، التجربه هاد الادوات شريتها لراسي انايا باش نبدا داكشي اللي تيعجبني ندير. وان شاء الله بحول الله انا هادشي تنشاركو معكم باش تشوفوا واش تنتوما الا بغيتو تشريو هادشي. تنعطيكم الاثمنه، تنعطيكم المواقع من تشريو هادشي. بغيتو كاينين مواقع، الناس اللي كاينين مواقع في المغرب تيبيعوا هادشي. راه الميكروفون راه ما دايرش 600 درهم، راه داير شي 200 درهم واقيلا في المغرب ولا 150 درهم في المغرب، حيت كاين واحد الاخ سولني قال لي ناصر هذاك الميكروفون راه تيدير شي 600 درهم في المغرب. المهم انا هنا شريته ب $15 اللي هي 150 درهم. عندكم ستاند شريتها ب $10 اللي هي 100 درهم، والفونتوم باور شريتها ب $19.99 واقيلا اللي هي ب 200 درهم. خوتي خواتاتي دابا رديت الفونتوم باور باش نقول لكم كلمه وداع، كلمه اخيره ان شاء الله بحول الله باش نختم هذا الفيديو هذا. الناس اللي باغين يشوفوا القناه ديالي الثانيه اللي تنهضر بها الانجليزيه، والناس اللي بغيت نعطيكم بغيت نقول لكم شي حاجه قبل ما نسالي، بالله انا راه لست محترف في اللغه الانجليزيه ولست بارع في اللغه الانجليزيه. هادشي اللي كندير في القناه الثانيه اللي غنديروا ان شاء الله بحول الله، اللي غادي نقوم بمحتوى انجليزي في طور زعما غير غابقى نهضر وصاف، ماشي راه تندير اخطاء، راه ما عنديش لاكسون مزيانه، راه مهم غندير هذيك القناه غندير فيها اخطاء، غندير فيها بزاف الحوايج، ولكن من الاخطاء غادي نتعلموا كاملين. مهم ان شاء الله بحول الله. الناس اللي تيسولوا على القناه ديال الانجليزيه غادي تلقاوها في اسفل هذا الفيديو هذا، وغادي تلقاو فيها فيديو اللي غادي نهضر غنستعمل هذا الميكروفون نيت وغنهضر به باللغه الانجليزيه. بسلام عليكم وتهلاو ليا فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بيس لكم. So all what you have to do guys just support me. I know it's really hard for me. It's really hard for me to speak a different language that is not mine. That is not the language that I grew up with.